المعارضون في بيلاروسيا ينزلون بألافهم المؤلفة مرة أخرى إلى الميدان بأعلامهم الحمراء والبيضاء. صدحت أصوات البيلاروسيين منادين بالحرية ومنددين بما وصفوه القمع الوحشي للمظاهرات في العاصمة مينسك، احتجاجات ما سكنت منذ أسبوعين. أشعل فتيلها فوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو مجدداً بنسبة 80%، نتيجة يؤمن الشعب البيلاروسي بعدم نزاهتها والتلاعب بها. أما لوكاشينكو الحاكم منذ 26 عاماً، فقد اتهم المعارضة بتلقي الدعم من الخارج وأمر الجيش البيلاروسي بإعلان حالة التأهب، متهماً حلف شمال الأطلسي بنشر قواته على الحدود، ادعاءات أكد حلف الناتو بطلانها. سفياتلانا تيخانوفسكايا زعيمة المعارضة البيلاروسية أكدت من مقرها في ليتوانيا رفض المعارضة للقيادة الحالية، ودعت الشعب البيلاروسي للدفاع عن حقوقه وعدم التوقف في الكفاح من أجل مطالبه. نداءات الشعب البيلاروسي وصلت أصداؤها إلى القارة العجوز، ليخرج وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل محذرا من مخاطر تحول بيلاروسيا إلى أوكرانيا ثانية. تحذير جاء عقب إعلان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عدم اعترافه بفوز لوكاشينكو في ولايته الرئاسية السادسة. تصريحات الاتحاد الأوروبي رافقتها تعهدات بفرض عقوبات على عدد كبير من المسؤولين عن التلاعب بنتائج التصويت وعن حملة قمع المحتجين. أما لوكاشينكو الذي يواجه حركة احتجاجية غير مسبوقة في بلاده، حاله كحال الرؤساء المتربعين على عروشهم منذ عقود، فقد رفض لوكاشينكو الاقتراحات التي تطالبه بالاستقالة أو إجراء انتخابات ثانية، واتهم المعارضة بأنها تحاول الاستيلاء على السلطة، مؤكدا أنه سيعالج مشكلة الحركة الاحتجاجية في بلاده، معتمداً على ولاء الأجهزة الأمنية والشرطة والقوات المسلحة، على الرغم من تسجيل العديد من الانشقاقات في وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية.